كانت خديجة حب النبي الكبير، كان يحظى منها بعطف الزوجة وحنان الأم. ولننظر في هذه الصورة الرائعة التي حفظها لنا التاريخ. رجل وسيم في الأربعين من عمره، قد رققت العبادة قلبه، يعود من الغار بعد أن هبط عليه الملاك الجميل جبريل. كان الرجل يرتعد وهو عائد إلى بيته، حيث زوجته السيدة الوقور المليئة بالعطف ذات 55 عاما، واستقبلته السيدة وهو يتصبب عرقا، فضمته إلى صدرها وغطته بغطائه بعد أن استلقى نائما، وأخذت تجفف عرقه بيدها الحنون. إنه يخشى أن يكون ما رآه جنا أو شيطانا أو خيالا محموم، ولا يكاد يحس نفسه إلا حين يسمع الصوت يناديه وهو نائم، ويدعوه إلى النهوض برسالة ربه. ولكن اليقين يدخل في قلبه بطيئا مترددا، فيلجأ إلى خديجة يستشيرها في أمره، وتمتحن خديجة هذه الرؤيا بإحساسها الأنثوي. لقد طلبت إلى محمد أن يخبرها إذا جاءه جبريل، فلما أخبرها قالت له: قم فاجلس على فخذي اليسرى. ففعل، فقالت: هل تراه؟ فقال: نعم. فألقت قمارها وسألته، فقال: الآن لا أراه. فقالت: يا ابن العم، أثبت على دعوتك وأبشر بنبوتك، فإنه ملك وما هو بشيطان. إن الملائكة تستحي ولكن الشياطين لا يستحون. والملك لم يغلبه الحياء، لأن خديجة أخذت محمدا وأجلسته على فخذها. إنها لم تأخذه في حضنها كما يفعل الأزواج، لقد أخذته على فخذها كما تفعل الأم.